بدأنا نلاحظ عليه في البيت اللي هو بيتعامل عادي وبيمشي على ايده وما كناش عارفين برضه موضوع السمع ده اول ما اتولد عشان كان لسه صغير. بدأ لما كبر شويه بدأ ينزل على السلم ويتعامل ويروح هنا من غير اي مساعده مننا، فلقينا عنده يعني حركه يعني كده، فبدأنا نوديه على حمام السباحه بتاع التربيه والتعليم. نزل هناك مع الكابتن عبد الله، اول ما شافه قال ده بطل عالم ان شاء الله وانا اللي همرنه وانا اللي هاخده. خده بصراحه مرنه وعلمه اساسيات السباحه، من هنا بدات حكايه السباحه دي معانا ومع يوسف. يعني يوسف اجبرنا اللي احنا نعمل معاه كده، هو اللي اجبرنا اللي احنا نعمل معاه كده، يعني ما اداناش اي لحظه مفكر فيها اللي هو مختلف او عنده اي اعاقه. بحركته بملاغيته حتى ما بيسمعش كان بيشاور، ولو حد عايز هو عايز يفهم حد حاجه كان بالاول كان يقعد يفهمه، لو هو حابب يفهمه اللي قدامه ما فهمش كان يبعت يجيب ورقه وقلم ويرسم له اللي هو عايز يوصله له، كان بيوصل له المعلومه للي حابب يوصلها له. بصراحه هو اللي اكبرنا، مش احنا يعني اللي اكتشفنا، هو اللي لوحده بقى ينزل ويتعامل ويروح ويجي. بدانا احنا طبعا نهتم بيه لما وديناه موضوع السباحه ده، وبدا نزل اول بطوله الجمهوريه وجاب ميداليه ذهب، فطبعا دي كانت بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا، فبدانا بقى يعني نتفاعل في موضوع السباحه ده. الحقيقه يوسف انا طبعا مرنته وهو في المنتخب، لكن هو في مجموعه من المدربين اشتغلوا معاه وهو صغير وعلموه السباحه، وهم دول اللي تعبوا اكتر شويه، وكمان الاهل اكيد الاسره في البدايه هم اللي تعبوا معاه وهم اللي كانوا عندهم الهدف ده وقدروا يساعدوه على ان هو يبقى سباح بطل. لكن الحقيقه يوسف من السباحين الاذكياء جدا، علشان هو كسباح ما بيسمعش وما بيتكلمش، فتتواصل معاه بس بالاشاره، ده موضوع لو هو ما عندوش درجه كبيره من الذكاء هيبقى صعب جدا. هو ذكي جدا وفعلا عنده قدرات خاصه هي اللي مخلياه يقدر يحقق الكلام ده. بدايه مع يوسف انا حبيته وحبيت التحدي اللي فيه، بدات اشاور له بايديا لغايه لما بقى لي 7 سنين دلوقتي مع يوسف. ال7 سنين دول قدرنا نخلق لغة إشارة بيني وبينه. ليه؟ لأنه هو كمان ما عندوش صوابع، لأن لغة الإشارة بتستخدم فيها ال5 أصابع في اليدين، هو ما عندوش صوابع. فمجرد من أنا بس بقول الكلام ببقي أو بأشاور له بدراعي أو الحركة أداء الحركة، لقيته متجاوب معايا جدا جدا جدا، وعنده تحدي رهيب، ومن السباحين اللي بيفاجئنا بالارقام بتاعته في البطولات الدوليه والعالميه. طبعا بالنسبه للبطولات المحليه هو الاول بياخد اول على طول في الجمهوريه في كاس مصر. سافر اسبانيا في 2015 وراح جلاسكو 2015. البطولات الدوليه كان مثلا زي اسبانيا زي المانيا كان بيجيب فيها ميداليات تاني وتالت، رغم ان كان بيحصل بيدمجوا الكلاسات مع بعض، يعني ممكن يوسف ينزل مع كلاس اعلى منه، يعني هو S3 ممكن ينزل مع S4 S6، وعلى الرغم من ذلك كان بيجيب ميداليات برضه في البطولات الدوليه.